تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. في خضم الاحتجاجات في إيران اعتقل الحرس الثوري الإيراني الشابة فائزة براهوئي التي سربت وتابعت ملف اغتصاب قائد الشرطة بمحافظة سيستان بلوشستان فتاة بلوشية في تشابهار بحسب إيران انترناشونال. وأضافت المصادر أن براهوئي هي طالبة بجامعة زهدان الأهلية تبلغ من العمر 23 عاماً، تم اعتقالها في الثالث من الشهر الماضي وتم رفع قضية ضدها في محكمة الثورة عقب اعتقالها واتهامها بقيادة الاحتجاجات. ليلة أخرى من الاحتجاجات شهدتها مدن إيرانية، احتجاجات غاضبة ردد خلالها المشاركون هتافات الموت للمرشد علي خامنئي غير عابئين بقمع النظام الذي لم ينجح في إخماد نيران غضب المحتجين منذ أكثر من 50 يوما. خرج طلبة جامعات إيرانية إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد النظام مطالبين بالحرية. تزامن ذلك مع إصدار قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في إيران بيانا يطالب بإلغاء جميع الأحكام التي تنتهك الحقوق المدنية بحق الطلاب. رئيس نقابة المرشدين السياحيين الإيرانيين محسن حاجي أعلن توقيف سياح أجانب خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران، وقال حاجي إن السلطات اعتقلت بعض السياح الأجانب الذين التقطوا صورا للاحتجاجات من باب الفضول، مضيفا بأن أمن السياح وانعكاسه الدولي مهمان بحسب تعبيره. من جانبها ذكرت تقارير في وقت سابق بأن 90% من الحجوزات السياحية الأجنبية ألغيت بعدما أعلنت السلطات توقيف 9 أجانب في الاحتجاجات. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن النظام الإيراني يريد أن يربط الاحتجاجات المستمرة في إيران بالولايات المتحدة ليوجه لها اللوم فيما يحصل. أضاف برايس أن النظام الإيراني يواجه مشاكل هي في الأساس من صنعه، كما وصف برايس الحركة الاحتجاجية في إيران بأنها نتيجة للتطلعات الحقيقية والشرعية للشعب، مشيرا إلى أن سبب استمرار الاحتجاجات هو الشعور القوي لدى الإيرانيين بأن النظام يحرمهم من حقوقهم. تلقى صحفيان إيرانيان يعملان في قناة إيران انترناشونال التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن تهديدات بالقتل من طهران. وقالت المجموعة المالكة للقناة إن الصحفيين الإيرانيين البريطانيين تلقيا تهديدات من إيران وتحديدا من الحرس الثوري، الأمر الذي دفع شرطة لندن إلى إبلاغهما رسميا بأن هذه التهديدات تشكل خطرا على حياتهما وأفراد أسرتيهما. شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن إيران تجاوزت بتهديداتها النطاق الإقليمي داعيا إلى العمل على تغيير طريقة مواجهة هذه التهديدات.
إيران لها وضع مقلق في المنطقة بسبب أنشطتها النووية وتحركاتها، فهي تسعى دائما إلى تنفيذ مخططاتها تحت إطار دولي. يمكننا إضافة عقوبات ولدينا الكثير، لكن علينا التأكد من أن العقوبات ستحد من تحركات النظام ولن تؤثر على الإيرانيين، لذلك نحتاج إلى تحرك جماعي، وسنرى ذلك خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كنا سنضيف عقوبات تلبي الطموحات. أيضا علينا التحرك تجاه إرسال أسلحة ومعدات إيرانية إلى روسيا. انفجر مخزن للذخيرة والأسلحة الروسية فجر اليوم في مدينة نوفا كاكوفا بمنطقة خيرسون التي ضمتها موسكو مؤخرا. وتتحدث أنباء أولية أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عدة روسية في خيرسون بينها هذا المستودع. مع انطلاق الانتخابات النصفية للكونغرس اليوم، انخفضت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، وذلك بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أتمته رويترز. وخلص الاستطلاع الذي أجري على مدار يومين تراجع شعبية الرئيس الأمريكي بايدن إلى 39%، ويعزز تراجع شعبية بايدن التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، ومن المحتمل أيضا مجلس الشيوخ، ما سيمنحهم السلطة لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي وسط مشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات الجائحة العالمية أبرزها ارتفاع التضخم. وعشية انتخابات التجديد النصفي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الديمقراطية على المحك، داعياً الأمريكيين للدفاع عنها. هذا ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب 435 عضواً في مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجموعة كبيرة من المناصب الحكومية والمحلية. وكان أكثر من 42 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر عبر التصويت الشخصي والبريد. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي في مدينة دايتن بولاية أوهايو، قال إنه سيصدر إعلانا كبيرا في 15 من نوفمبر، مؤكدا أنه سيرشح نفسه للبيت الأبيض وخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بداية من الأسبوع المقبل. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. إلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء بالتحقيق في ملابسات حادث قتل مواطن أمريكي في بغداد. وكان مراسل الحدث أفاد نقلا عن مصادر أمنية عراقية باختيار أمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترول على أيدي مسلحين مجهولين. وأضافت المصادر أن العملية وقعت بمنطقة الكرادة بينما كان ترول يتجول بسيارة في المنطقة. يذكر أن القتيل كان يعمل في منظمة إغاثية مرتبطة بوكالة التنمية الأمريكية. أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق إيلينا رومانوسكي بأن بلادها لن تنسحب من العراق. واعتبر كلام السفيرة الأمريكية ردا مباشرا على رئيس الحكومة العراقية محمد الشيع السوداني، الذي قال في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه رئاسة الحكومة إن بلاده ستفتح حواراً مع قوات التحالف بقيادة واشنطن لتحديد مدى الحاجة إليها. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا بأنها وراء تفاقم الأزمة الحادة للمياه في سوريا، والتي يعتقد أنها وراء انتشار الكوليرا في جميع أنحاء الدولة والبلدان المجاورة. ودعت المنظمة في بيان جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضمان الحق في المياه النظيفة والصحة للجميع،
مطالبة تركيا بضمان تقاسم الموارد المائية لنهر الفرات بشكل منصف مع سوريا والعراق. وقالت المنظمة إن هذا التفشي المدمر للكوليرا لا يتكرر، بل لا يكون آخر مرض منقول بالمياه يمس السوريين حال عدم معالجة أزمة المياه الحادة في البلاد فورا، وخاصة في الشمال الشرقي. وحث البيان تركيا على التوقف الفوري على مفاقمة أزمة المياه في سوريا. أوصت لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة وباء الكوليرا والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة كورونا، داعية من الحكومة ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين بسبب تقصيرهم وتباطؤ حركتهم وإجراءاتهم في مخيمات النازحين بشكل خاص. في اليمن قتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وأصيب نحو 8 آخرين جراء قصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب. وقالت مصادر محلية إن معظم الضحايا من سكان مخيم الجوفينة، أكبر مخيمات النازحين في المحافظة. واستهدف أحد الصواريخ مخزن أسلحة للجيش، ما تسبب في انفجارات متتالية وتطاير للشظايا. ويعد الهجوم على مأرب التصعيد الأكبر للميليشيات منذ إفشالها تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسلة شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن القاش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15,000. بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار، ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم. كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعاً لقوى الحرية والتغيير شق التوافق الوطني، ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط نوقشت؟ المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية. ما تبقى من الفترة الانتقالية يحكمه كل الشعب السوداني، نحن ضد الإقصاء. لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل؟ إلى متى ستظل الأمور معلقة؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. الحرس الثوري يعتقل شابة إيرانية كشفت معلومات عن قضية اغتصاب قائد شرطة لفتاة بلوشية. قتل 4 مدنيين يمنيين بينهم أطفال وإصابة 8 جراء قصف صاروخي حوثي على مأرب.
وكالة رويترز تقول إن شعبية الرئيس الأمريكي انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. في خضم الاحتجاجات في إيران، اعتقل الحرس الثوري الإيراني الشابة فائزة براهوي التي سربت وتابعت ملف اغتصاب قائد الشرطة بمحافظة سيستان بلوشستان فتاة بلوشية في تشاهبار بحسب إيران انترناشونال. وأضافت المصادر أن براهوي هي طالبة بجامعة زهدان الأهلية تبلغ من العمر 23 عام، تم اعتقالها في الثالث من الشهر الماضي وتم رفع قضية ضدها في محكمة الثورة عقب اعتقالها واتهامها بقيادة الاحتجاجات. ليلة أخرى من الاحتجاجات شهدتها مدن إيرانية، احتجاجات غاضبة ردد خلالها المشاركون هتافات الموت للمرشد علي خامنئي غير عابئين بقمع النظام الذي لم ينجح في إخماد نيران غضب المحتجين منذ أكثر من 50 يوما. خرج طلبة جامعات إيرانية إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد النظام مطالبين بالحرية. تزامن ذلك مع إصدار قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في إيران بيانا يطالب بإلغاء جميع الأحكام التي تنتهك الحقوق المدنية بحق الطلاب. رئيس نقابة المرشدين السياحيين الإيرانيين محسن حاجي أعلن توقيف سياح أجانب خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران. وقال حاجي إن السلطات اعتقلت بعض السياح الأجانب الذين التقطوا صورا للاحتجاجات من باب الفضول، مضيفا بأن أمن السياح وانعكاسه الدولي مهمان بحسب تعبيره. من جانبها ذكرت تقارير في وقت سابق بأن 90% من الحجوزات السياحية الأجنبية ألغيت بعدما أعلنت السلطات توقيف 9 أجانب في الاحتجاجات. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن النظام الإيراني يريد أن يربط الاحتجاجات المستمرة في إيران بالولايات المتحدة ليوجه لها اللوم فيما يحصل. وأضاف برايس أن النظام الإيراني يواجه مشاكل هي في الأساس من صنعه، كما وصف برايس الحركة الاحتجاجية في إيران بأنها نتيجة للتطلعات الحقيقية والشرعية للشعب، مشيرا إلى أن سبب استمرار الاحتجاجات هو الشعور القوي لدى الإيرانيين بأن النظام يحرمهم من حقوقهم. Fact is that Iran, its government is facing problems that are fundamentally of its own making. These protests are so powerful because they are fundamentally not about us. They're not about any external actor. They are about the legitimate, they are about the genuine, they're about the heartfelt aspirations of the Iranian people. And the reason these protests have continued is because there is a strong sense among the Iranian people that their government is depriving them of their rights, of their aspirations. The Iranian government would like nothing more
for these protests to be about us. تلقى صحفيان إيرانيان يعملان في قناة إيران إنترناشنال التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن تهديدات بالقتل من طهران. وقالت المجموعة المالكة للقناة إن الصحفيين الإيرانيين البريطانيين تلقيا تهديدات من إيران وتحديدا من الحرس الثوري، الأمر الذي دفع شرطة لندن إلى إبلاغهما رسميا بأن هذه التهديدات تشكل خطرا على حياتهما وأفراد أسرتيهما. شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن إيران تجاوزت بتهديداتها النطاق الإقليمي، داعيا إلى العمل على تغيير طريقة مواجهة هذه التهديدات. إيران has a very special role in the region regarding إيران لها وضع مقلق في المنطقة بسبب أنشطتها النووية وتحركاتها، فهي تسعى دائما إلى تنفيذ مخططاتها تحت إطار دولي. يمكننا إضافة عقوبات ولدينا الكثير، لكن علينا التأكد من أن العقوبات ستحد من تحركات النظام ولن تؤثر على الإيرانيين، لذلك نحتاج إلى تحرك جماعي، وسنرى ذلك خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كنا سنضيف عقوبات تلبي الطموحات. أيضا علينا التحرك تجاه إرسال أسلحة ومعدات إيرانية إلى روسيا. ما زالت مأساة قتل الشابة الإيرانية مهسا أميني في تفاعل مستمر عالميا، وإن كانت قد تحولت إلى أيقونة للثورة في بلدها، لكن في خارج الحدود لفتت مأساتها النظر إلى معاناة المرأة الإيرانية والقيود المفروضة عليها. مراسلة الحدث في تورنتو التقت مجموعة من الفنانات الكنديات اللائي جسدن مأساة الفتاة الإيرانية في أعمال فنية. لطالما كان الفن حاضرا في جميع المحافل، الاحتجاجات في إيران ألهمت فنانات في كندا ليكن جزءا منها بأعمالهن. سيكون هناك نحت فني ثلاثي الأبعاد لهذا الشعر المقصوص الذي جمعناه من أجل أن نعكس صمود المرأة الإيرانية التي تناضل من أجل الحرية. الحرية في التعبير ستكون الهدف من تصميم هذا المشروع الفني. مصممة الأزياء والمجوهرات سارة قومي استوحت من الدماء التي سالت من إذن مهسا أميني قرطاً ارتدته النساء خلال الاحتجاجات. بعد أيام من مقتل مهسا اتصل بي أحد أصدقائي في تورنتو يسألني عما يحدث في إيران وهل من الممكن أن أصنع شيئاً يتم ارتداؤه ويكون توعية لما يحدث في إيران. أول ما خطر ببالي هو صورة مهسا على سرير المستشفى والدم ينزف من أذنها. كما قدمت عرض أزياء يعكس معاناة المرأة الإيرانية والقيود المفروضة عليها. كان من المهم للغاية لفت انتباه غير الإيرانيين إلى انتفاضة الشعب الإيراني. استخدمت مجموعة كنت قد عملت عليها قبل 10 سنوات حول انتهاك حرية المرأة وانتهاك أجساد النساء. رسمنا لوحات فنية تعكس واقع المرأة الإيرانية وشاهدناها رفعت في الاحتجاجات المستمرة حول العالم. منذ الأيام الأولى لبدء الاحتجاجات ألغيت جميع العروض الفنية وتضامن الفنانون الإيرانيون وألغوا برامجهم منذ نوفمبر 2019، لأنه بنظر الفنانين فإن هذه الأيام أهم، والأهم أن طلاب الفن هم صوت الناس، فأعمالهم الإبداعية أصبحت الاحتجاج في الشوارع بدلاً من صالات العرض. تفاعل قصة مهسا أميني مستمر عبر العالم، وإن كانت قد تحولت إلى أيقونة في بلدها، لكن في خارج الحدود وهنا في كندا حيث تعيش أكبر جالية إيرانية لفتت مأساة مهسا النظر إلى معاناة المرأة الإيرانية. كل فنانة منهن شاركت بعرض فني مختلف في الاحتجاجات لتعبر عن معاناة المرأة الإيرانية وتطالب بحقوقهن. رفاه السعد، الحدث، تورنتو. انفجر مخزن للذخيرة والأسلحة الروسية فجر اليوم في مدينة نوفاكاخوفكا بمدينة خيرسون التي ضمتها موسكو مؤخراً. وتتحدث أنباء أولية أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عدة روسية في خيرسون بينها هذا المستودع. Thank you.
مع انطلاق الانتخابات النصفية للكونغرس اليوم، انخفضت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، وذلك بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أتمته رويترز. وخلص الاستطلاع الذي أجري على مدار يومين تراجع شعبية الرئيس الأمريكي بايدن إلى 39%، ويعزز تراجع شعبية بايدن التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، ومن المحتمل أيضا مجلس الشيوخ، ما سيمنحهم السلطة لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي وسط مشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات الجائحة العالمية أبرزها ارتفاع التضخم. وعشية انتخابات التجديد النصفي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الديمقراطية على المحك، داعيا الأمريكيين للدفاع عنها. هذا ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب 435 عضوا في مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجموعة كبيرة من المناصب الحكومية والمحلية. وكان أكثر من 42 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر عبر التصويت الشخصي والبريد. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التجمع الانتخابي في مدينة دايتون في ولاية أوهايو إنه سيصدر إعلاناً كبيراً في 15 من نوفمبر، مؤكداً أنه سيرشح نفسه للبيت الأبيض ويخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بداية من الأسبوع المقبل. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تواصلت مع روسيا على مستوى عال لإبلاغها العواقب المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية. سوليفان أضاف أن الإدارة الأمريكية تحتفظ باتصالات رفيعة المستوى مع روسيا عبر قنوات محددة لا يتم الكشف عنها لحمايتها. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد أن الولايات المتحدة وروسيا تتواصلان بشكل يومي تقريبا عبر السفارتين في موسكو وواشنطن. التصريحات الأمريكية تأتي بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشفت فيه عن اتصالات أمريكية روسية بهدف الحد من اتساع الأزمة في أوكرانيا. وجه رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق في ملابسات حادث قتل مواطن أمريكي في بغداد. وكان مراسل الحدث أفاد نقلاً عن مصادر أمنية عراقية باغتيال أمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترول على أيدي مسلحين مجهولين. وأضافت المصادر أن العملية وقعت بمنطقة الكرادة بينما كان ترول يتجول بسيارة في المنطقة. يذكر أن القتيل كان يعمل في منظمة إغاثية مرتبطة بوكالة التنمية الأمريكية. أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي بأن بلادها لن تنسحب من العراق، واعتبر كلام السفيرة الأمريكية اعتبر ردا مباشرا على رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني الذي قال في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه رئاسة الحكومة
إن بلاده ستفتح حواراً مع قوات التحالف بقيادة واشنطن لتحديد مدى الحاجة إليها. إن رسالتنا إلى الدول الشقيقة والصديقة. فور تسلمه منصب رئاسة الحكومة العراقية وخلال عرض برنامج حكومته، لم يغيب محمد الشياع السوداني ملف قوات التحالف الدولي في العراق، معلناً عن حوار لتحديد مدى الحاجة لهذه القوات. السوداني قال إنه مفوض من القوى السياسية بإجراء حوار فني مع التحالف الدولي لتحديد الحاجة لقواته العاملة كمستشارين، مشيراً إلى أنه بضوء الحوار سيصدر قراراً حكومياً تلتزم به كل الأطراف السياسية. والاتفاقيات بين بغداد وواشنطن موجودة منذ سقوط نظام صدام حسين، أي ما بعد عام 2003، فالبلدان مرتبطان باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بينهما عام 2008 بعهد حكومة المالكي، وتنص الاتفاقية على التعاون في تعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية والديمقراطية في العراق، والتعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية من أجل مكافحة الإرهاب أو الجماعات الخارجة عن القانون. وانطلاقاً من الاتفاقية الاستراتيجية، تحولت العلاقة بين العراق وأمريكا من عسكرية إلى مدنية، وانسحبت القوات الأمريكية من العراق عام 2011، لكن بعد سيطرة داعش على ثلث العراق عام 2014، طلب نوري المالكي من واشنطن إعادة قواتها للمساعدة في مواجهة التنظيم. وبعد دحر داعش عام 2017، بدأت الميليشيات الموالية لإيران باستهداف مقر السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع التحالف الدولي في بغداد وأربيل. ومع تصاعد تهديدات الميليشيات، فتح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حواراً مع واشنطن لإجلاء قوات التحالف. وفي ديسمبر عام 2021، أعلن الكاظمي استكمال انسحاب قوات التحالف القتالية من العراق بنهاية العام، لتتحول مهام 2500 عسكري للاستشارة والتدريب. والآن يأتي تأكيد السفيرة الأمريكية بأن بلادها لن تنسحب من العراق بموجب التزام طويل الأمد وتنفيذ الإطار الاستراتيجي. هدير الربيعي، الحدث. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا بأنها وراء تفاقم الأزمة الحادة للمياه في سوريا، والتي يعتقد أنها وراء انتشار الكوليرا في جميع أنحاء الدولة والبلدان المجاورة. ودعت المنظمة في بيان جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضمان الحق في المياه النظيفة والصحة للجميع، مطالبة تركيا بضمان تقاسم الموارد المائية لنهر الفرات بشكل منصف مع سوريا والعراق. وقالت المنظمة إن هذا التفشي المدمر للكوليرا ليكون آخر مرض منقول بالمياه يمس السوريين حال عدم معالجة أزمة المياه الحادة في البلاد فوراً، خاصة في الشمال الشرقي. وحث البيان تركيا على التوقف الفوري عن مفاقمة أزمة المياه في سوريا. أوصت لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة وباء الكوليرا والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة كورونا، داعية من الحكومة ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين بسبب تقصيرهم وتباطؤ حركتهم وإجراءاتهم في مخيمات النازحين بشكل خاص. الكوليرا هنا في كل مكان، وحدهم الأقل حظاً محرومون حتى من الرعاية والعلاج. الماء وسخة ما بيحسوا يشربوا منه، يعني يشربوا اسهال استفراغ، وهاي حالتهم. يعني حمام اذا بده يتحمموا ما في مي نظيفه، ولا عندهم قدره انه يشتروا مي وبيجيبوا، ما في حل ثاني الا هالحل، بده يضلوا من هالمي بيشربوا. لم يذهب بسام الى المدرسه اليوم، احس بالتوعك وتوجه الى هنا. كذلك فعل بشار، هما كما كثيرين في عكار ضحيه مياه آسنة اعادت بعد اكثر من 3 عقود
الكوليرا إلى لبنان وأعادت لبنان عهودا إلى الوراء. بعكار إنه المي ما منيحه لأن وقت اللي بنقطع من حدين النهر بنلاقي المي غمره، والواحد صعب إنه يجيب ستيرات مي لأنه هلا ما في مصاري وستيرات المي كمان كتير غالية. بعد أنا بشرب من هيدي المي ويمكن ملوثة يمكن لا، ما بنعرف عنها شيء، وما في لا كهرباء ولا اشتراك والمي غالي وهيك عم نستخدم منها، وبعد كل العالم بتستخدم من هيدي المي يمكن يكون ملوثة. بنعرف في إصابات كوليرا بقلب المنطقة وهيك وعم نستخدمها، في حل تاني. هنا ببنين مهد أول إصابة بالكوليرا في مخيم اللاجئين السوريين المجاور. ازدياد عدد الإصابات استدعى قيام مستشفى ميداني، لكن رقعة انتشار المرض تجاوزت عكار إلى باقي لبنان. المناطق الحدودية مفتوحة للدخول والخروج، وكلنا نعلم أن هناك مناطق موبوءة قريبة منا موبوءة بالكوليرا، مما أدى إلى هذا الانتشار السريع. يوم نستطيع أن نقول أننا تحت السيطرة، ما في شك لازالت الأعداد تأتي إلينا تباعا وبشكل متراكم، إلا أن وجود المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه بتوجيه مباشر من معالي وزير الصحة الذي جاء بنفسه ليشرف على تأسيس هذه المستشفى، فبالتالي خففت الكثير من الأعباء على المستشفيات المحيطة. وبانتظار اللقاحات تتوحد الجهود لتأمين المعقمات لإزالة التلوث عن مياه الشفة، وتأمين المحروقات لتشغيل محطات التكرير وضخ مياه جديدة. الانهيار والفوضى العارمة يتجليان بشكل مأساوي في هذه المناطق شمال لبنان. هنا لا مياه شفة ولا موارد مائية نظيفة لاختلاطها بمياه الصرف الصحي يتشارك فيها اللبنانيون واللاجئون من سوريين وفلسطينيين. وأكثر المزروعات هنا ترتوي من مياه الكوليرا ومنها يأكلون. رينا دويهي، الحدث، عكار. في اليمن قتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وأصيب نحو 8 آخرين جراء قصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب. وقالت مصادر محلية إن معظم الضحايا من سكان مخيم الجفانة، أكبر مخيمات النازحين في المحافظة. واستهدف أحد الصواريخ مخزن أسلحة للجيش، ما تسبب في انفجارات متتالية وتطاير للشظايا. ويعد الهجوم على مأرب التصعيد الأكبر للميليشيات منذ إفشالها تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر المناخ كوب 27 من أن البشرية أمام خيار العمل معا أو الانتحار الجماعي على حد تعبيره. وأكد غوتيريش أن الأزمات الأخرى عابرة، إلا أن المناخ مسألة حاسمة في عصرنا، ومن غير المقبول أن يتراجع النضال من أجل المناخ إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات، مشددا على أن ذلك يؤدي إلى تدمير ذاتي. كشفت دراسة جديدة أجرها باحثون في وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية أن عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات الذي يخفض من خطر الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 يقلل أيضا من خطر المعاناة من فيروس كورونا طويل الأمد.
وبحسب الدراسة فإن الأشخاص الذين عولجوا بهذا العقار لديهم مخاطر أقل بنسبة 26% للإصابة بالعديد من أعراض كورونا طويلة الأمد، بما في ذلك أمراض القلب واضطرابات الدم والتعب وأمراض الكبد وضيق التنفس وغيرها، حيث قلل عقار باكسلوفيد من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بعد الإصابة بالفيروس وأعراضه الحادة. يستعد العالم اليوم لظاهرة فلكية تدعى قمر الدم، وهي خسوف قمري كامل لا يتكرر قبل عام 2025. وفق وسائل إعلامية، سيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أمريكا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل. أما في آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ فيمكن رؤيته بعد غروب الشمس، إلا أن هذا الخسوف سيغيب بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا، حيث سينتظرون حتى عام 2025. ويعتبر هذا الحدث الثاني للقمر هذا العام، كان الأول في شهر أيار مايو الماضي. للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2004 تعتزم شركة ميتا فيسبوك والتي يملكها مارك زوكربيرغ تصريح ما قد يصل إلى 10% من الموظفين وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. رغم أن التصريحات التي ستقوم بها الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام لن تضاهي نسبة التصريحات في تويتر، إلا أن القيمة المطلقة لخطط ميتا ستكون الأكبر في قطاع التكنولوجيا الرقمية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دائما يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. يعني ما معناش حتى حق أقول لك حق الدب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم إقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقا لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت يتعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف باللاج؟ حصرتها بالسلاح وأطلقت عليها النار وأحرقت الفنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف حالنا. إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. الحرس الثوري يعتقل شابة إيرانية. كشفت معلومات عن قضية اغتصاب قائد شرطة لفتاة بلوشية. قتل 4 مدنيين يمنيين بينهم أطفال وإصابة 8 جراء قصف صاروخي حوثي على مأرب.
وكالة رويترز تقول إن شعبية الرئيس الأمريكي انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. في خضم الاحتجاجات في إيران، اعتقل الحرس الثوري الإيراني الشابة فائزة براهوئي التي سربت وتابعت ملف اغتصاب قائد الشرطة بمحافظة سيستان بلوشستان فتاة بلوشية في تشابهار بحسب إيران انترناشونال. وأضافت المصادر أن براهوئي هي طالبة بجامعة زهدان الأهلية تبلغ من العمر 23 عاماً، تم اعتقالها في الثالث من الشهر الماضي وتم رفع قضية ضدها في محكمة الثورة عقب اعتقالها واتهامها بقيادة الاحتجاجات. ليلة أخرى من الاحتجاجات شهدتها مدن إيرانية، احتجاجات غاضبة ردد خلالها المشاركون هتافات الموت للمرشد علي خامنئي غير عابئين بقمع النظام الذي لم ينجح في إخماد نيران غضب المحتجين منذ أكثر من 50 يوما. خرج طلبة جامعات إيرانية إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد النظام مطالبين بالحرية. تزامن ذلك مع إصدار قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في إيران بيانا يطالب بإلغاء جميع الأحكام التي تنتهك الحقوق المدنية بحق الطلاب. رئيس نقابة المرشدين السياحيين الإيرانيين محسن حاجي أعلن توقيف سياح أجانب خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران. وقال حاجي إن السلطات اعتقلت بعض السياح الأجانب الذين التقطوا صورا للاحتجاجات من باب الفضول، مضيفا بأن أمن السياح وانعكاسه الدولي مهمان بحسب تعبيره. من جانبها ذكرت تقارير في وقت سابق بأن 90% من الحجوزات السياحية الأجنبية ألغيت بعدما أعلنت السلطات توقيف 9 أجانب في الاحتجاجات. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن النظام الإيراني يريد أن يربط الاحتجاجات المستمرة في إيران بالولايات المتحدة ليوجه لها اللوم فيما يحصل. أضاف برايس أن النظام الإيراني يواجه مشاكل هي في الأساس من صنعه. كما وصف برايس الحركة الاحتجاجية في إيران بأنها نتيجة للتطلعات الحقيقية والشرعية للشعب، مشيرا إلى أن سبب استمرار الاحتجاجات هو الشعور القوي لدى الإيرانيين بأن النظام يحرمهم من حقوقهم. تلقى صحفيان إيرانيان يعملان في قناة إيران انترناشونال التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن تهديدات بالقتل من طهران. وقالت المجموعة المالكة للقناة إن الصحفيين الإيرانيين البريطانيين تلقيا تهديدات من إيران وتحديدا من الحرس الثوري، الأمر الذي دفع شرطة لندن إلى إبلاغهما رسميا بأن هذه التهديدات تشكل خطرا على حياتهما وأفراد أسرتيهما. شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن إيران تجاوزت بتهديداتها النطاق الإقليمي داعيا إلى العمل على تغيير طريقة مواجهة هذه التهديدات. إيران has
إيران لها وضع مقلق في المنطقة بسبب أنشطتها النووية وتحركاتها، فهي تسعى دائما إلى تنفيذ مخططاتها تحت إطار دولي. يمكننا إضافة عقوبات ولدينا الكثير، لكن علينا التأكد من أن العقوبات ستحد من تحركات النظام ولن تؤثر على الإيرانيين، لذلك نحتاج إلى تحرك جماعي، وسنرى ذلك خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كنا سنضيف عقوبات تلبي الطموحات. أيضا علينا التحرك تجاه إرسال أسلحة ومعدات إيرانية إلى روسيا. انفجر مخزن للذخيرة والأسلحة الروسية فجر اليوم في مدينة نوفا كاكوفا بمنطقة خيرسون التي ضمتها موسكو مؤخرا. وتتحدث أنباء أولية أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عدة روسية في خيرسون بينها هذا المستودع. مع انطلاق الانتخابات النصفية للكونغرس اليوم، انخفضت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، وذلك بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أتمته رويترز. وخلص الاستطلاع الذي أجري على مدار يومين تراجع شعبية الرئيس الأمريكي بايدن إلى 39%، ويعزز تراجع شعبية بايدن التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، ومن المحتمل أيضا مجلس الشيوخ، ما سيمنحهم السلطة لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي وسط مشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات الجائحة العالمية أبرزها ارتفاع التضخم. وعشية انتخابات التجديد النصفي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الديمقراطية على المحك، داعيا الأمريكيين للدفاع عنها. هذا ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب 435 عضوا في مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجموعة كبيرة من المناصب الحكومية والمحلية. وكان أكثر من 42 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر عبر التصويت الشخصي والبريد. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي في مدينة دايتن بولاية أوهايو، قال إنه سيصدر إعلانا كبيرا في 15 من نوفمبر، مؤكدا أنه سيرشح نفسه للبيت الأبيض وخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بداية من الأسبوع المقبل. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. إلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء بالتحقيق في ملابسات حادث قتل مواطن أمريكي في بغداد. وكان مراسل الحدث أفاد نقلا عن مصادر أمنية عراقية باغتيال أمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترول على أيدي مسلحين مجهولين. وأضافت المصادر أن العملية وقعت بمنطقة الكرادة بينما كان ترول يتجول بسيارة في المنطقة. يذكر أن القتيل كان يعمل في منظمة إغاثية مرتبطة بوكالة التنمية الأمريكية. أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق إيلينا رومانوسكي بأن بلادها لن تنسحب من العراق. واعتبر كلام السفيرة الأمريكية رداً مباشراً على رئيس الحكومة العراقية محمد الشيع السوداني، الذي قال في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه رئاسة الحكومة إن بلاده ستفتح حواراً مع قوات التحالف بقيادة واشنطن لتحديد مدى الحاجة إليها. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا بأنها وراء تفاقم الأزمة الحادة للمياه في سوريا، والتي يعتقد أنها وراء انتشار الكوليرا في جميع أنحاء الدولة والبلدان المجاورة. ودعت المنظمة في بيان جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضمان الحق في المياه النظيفة والصحة للجميع،
مطالبة تركيا بضمان تقاسم الموارد المائية لنهر الفرات بشكل منصف مع سوريا والعراق. وقالت المنظمة إن هذا التفشي المدمر للكوليرا لا يتكرر، بل لا يكون آخر مرض منقول بالمياه يمس السوريين حال عدم معالجة أزمة المياه الحادة في البلاد فوراً، وخاصة في الشمال الشرقي. وحث البيان تركيا على التوقف الفوري على مفاقمة أزمة المياه في سوريا. أوصت لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة وباء الكوليرا والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة كورونا، داعية من الحكومة ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين بسبب تقصيرهم وتباطؤ حركتهم وإجراءاتهم في مخيمات النازحين بشكل خاص. في اليمن قتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وأصيب نحو 8 آخرين جراء قصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب. وقالت مصادر محلية إن معظم الضحايا من سكان مخيم الجوفينة، أكبر مخيمات النازحين في المحافظة. واستهدف أحد الصواريخ مخزن أسلحة للجيش، ما تسبب في انفجارات متتالية وتطاير للشظايا. ويعد الهجوم على مأرب التصعيد الأكبر للميليشيات منذ إفشالها تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.